لاحظوا الاخوه البوجيكي لقينا بيض، هذا راه كان راكب امارش قرب 24 ساعه، هو امارش لاحظوه كي داير بيض بحال اللي عاد دابا جديد ركبنا، هذا ما كيحركش نهائيا. والمشكل هو لي صباب، لي صباب ما كانوش يتبلعوا، سي بور سا البوجي ما كانش خدام لو رول تاعو نهائيا، يعني غير بكثرة السرعة تاع المحرك مي كيدور اللي كانت امارش، ما كانش باقي لها بزاف، ما بقاش دير امارش كاع، لان ما كان عندنا الادميسيون مبلعين، ديما كتخرج كتدخل نورمالمون هي غير كتجبد من الادميسيون، هادي تبقى تدفع الادميسيون وتجبد من الادميسيون و والار بي ام او لافونس اوتوماتيك يبقى دي فوا يبوجي هكا شغل بابيون عيان، وهي لا هو غير لي بوجي ما خدامش لو رول ديالها. غنوريكم بوجي مليح، جبنا الاخوه واحد لي بوجي عندنا من الكراج، نوريكم لي بوجي مثلا اللي كيحرقو مليح. هاو شوف لي بوجي كي كيكون، شفتو هادو كيحرقو مليح، هاكا تلقاه قهوي، لاحظتو هادو شونجيناهم، هادو كاليتي عيانة، هاد لي بوجي كاملين كاليتي عيانة، مي او موا كانو يحرقو كيما كتلاحظو. شوفو هادا كي داير الحرق ديالو، نبداو نوريوهولكم غير هما، حنا غير بغينا نفهموكم شوية هنايا، هانتوما تشوفو، شوفو كي داير، يعني هادا البوجي عيا، مي كان عندو الاحتراق شي حاجة زينة، وهو ماشي من البوجي مليح ولا ماشي مليح، ها لي كتخدم لو رول، ها لي كتبلع لي كتحل، يعني خص الخدمة تكون مريقلة هنايا في لامب كيلبيتور. غادي نوريكم النتيجة. المهم الديفو راه كان في لي صوباب،